صباح الخير، بقعد اقول ازيكم؟ حسبي الله عاملين ونعم ايه؟ يا الوكيل، رب فيكي تكونوا فين بخير. الحجاب؟ وحشتني جدا 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 جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده، ما ننساش ننزل نعمل لايك ونشترك في القناه لو مش مشتركين، ونفعل الجرس عشان يوصل لنا كل فيديو جديد. اكتبوا لي كومنت حلو بقى واعملوا لي لايك جميل كده منكم. كل حد جديد بيجي القناه مشترك جديد فوق دماغي، وبجد شرفتنا. المهم تصدق ان النهارده انت فوقني. كان عندنا مناسبة، كان عندنا كاتب كتاب أحلام عادل. نزلنا بقى يا بدري، بنتي هتطلعي في يا بنت يا بنت يا اللي ورا، نعمل ميك اب، شجري جبنا الفساتين وجهزنا كل حاجة. وأنا نزلت الصبح بدري أنا وأحلام وأميرة وأماني، رحنا نعمل كده كده. دخل الجزء ده في يوم، يعني مش هيبقى الفيديو هو كله اليوم. فقلت بقى أوريكم جزء كده من اليوم. طبعا هتشوفوا اللوك النهائي وشكل النهائي وشكل فستاني وكل حاجة، هتشوفوها في الانستجرام، في الانستجرام بتاعي. انا بس النهارده هوريكم كده ايه جزء بسيط من اللوك بتاع الميك اب، وبعد كده هنكمل اليوم حصل فيه ايه. عادي، انا رحت الصبح اخترت فستان من قبلها، يعني بكام يوم اخترت فستان كان شكله كيوت قوي عليا عشان انا بنت كيوت. المهم رحت بقى قلت للبنوته اللي عملت لي الميك اب، عايزه ميك اب يكون مش قوي، مش يعني مش هيصة قوي يعني، ومش تقيل قوي، وفي نفس الوقت عايزة ألوان تبقى لايقة مع لون الفستان بتاعي. نزلنا بقى، رحنا جبنا الطرح وجبنا الجزم وكل الكلام ده، واليوم كان جميل جدا. وأحلام عادل كانت زي القمر ما شاء الله عليها، وربنا يبارك لها في حياتها الجديدة، إن شاء الله تبقى متهنية ومبسوطة. المهم بقى، انا هنا بقى كنت عماله بوريكم الميك اب. طبعا بشرتي مش احلى حاجه، بس ان شاء الله الفتره الجايه ابقى اهتم بقى. بدات بقى تعمل لي، بعد حطيت لي الفاونديشن بدات تعمل لي، ترسم لي حواجبي. طبعا يا جماعه باين في الاضاءه ان هو تقيل قوي، لان الضوء بتاع المرايه في وشي قوي، فطبعا كل تفصيله ما تشوفهاش غير بالعين المجرده باينه في التصوير. بس المكياج كان حلو وكان ثابت معايا وكان رقيق وكان جميل، وانا كنت مبسوطه يعني. وبعدين انا من الناس اللي الميك اب مش بيبقى حلو قوي في بشرتي، مش بيبقى اجمل حاجه. يلا مش مشكله. هنا بقى كنت عايزاها تعمل لي حواجبي زي كده، يعني الشكل ده مش يبقى تقال قوي. وبس كملنا بقى اليوم، ورحنا كاتب الكتاب، وبعد كاتب الكتاب رحنا قعدنا مع العريس والعروسة في مكان كلنا احنا وكل صحابنا. بس كان اليوم جميل والله، وانبسطنا كلنا. هتشوفوا برضو تفاصيل عند أحلام في قناتها، وهتشوفوا عند أميرة في قناتها، وعند أماني في قناتها. كل واحد مصور لكم الحاجة اللي كانت مهمة يعني بالنسبة له. طبعا هنا احنا صحينا الساعة 10 الصبح، على بال ما رحنا للبنوتة كان الساعة 11، وبدأنا بقى نحط ميك اب. لأن كاتب الكتاب كان بالنهار، كان من الساعة 2 للساعة 5. هنا بوريكم شكل الميك اب من قريب قوي بعد ما حطيت، شوفوا كان عامل ازاي. أنا كان عاجبني بصراحة بالروج بكل حاجة، مش عارفة بقى. هو بصوا مش من قريب مش أحسن حاجة، بس بجد هو كان تحفة، تسلم إيديها. بصوا قمر يا بنتي، لولو قمر قمر قمر. يلا بقى نكمل بقى اليوم. بعد ما رجعت كان في ايه؟ رجعت بقى البيت تاني نكمل يومنا. ودينا رجعنا تاني لمواعيدنا الجميله. لقيت المواعين اتكومت في الحوض فجاه كده، مع اني كنت فاكره ان انا ما عنديش مواعين والله. بس طبعا ده نتاج اللي لميته، حفضه الحلل كان فيها اكل، كان في اطباق فيها بواقي اكل في التلاجة، في صينيه في الفرن. لقيت المواعين اتكومت كده ما شاء الله عليها. بس قلت بقى هغسلهم واشرب بقى حاجه كده، كوبايه شاي او كوبايه نسكافيه او اي حاجه كده اشربها، وابدا بقى اشوف اللي ورايا. كنت عايزه اقول لكم ايه كمان، ايه كمان. النهارده قررت ان انا اعمل اكله كده سريعه برضو. كل ده كان في الساعه تقريبا كانت 9، يعني الوقت كان متاخر بيا وما كانش فيه اكل، فطبعا كنت مضطره ان انا اطبخ. لان اليوم اللي قبلها ما كنتش عملت اكل برضو، فقلت لا انا لازم اعمل اكل عشان برضو لما علي يجي من الشغل يبقى الاكل موجود كده في البيت.
وما احسش بقى ان انا مقصره، يعني ما احسش ان انا عشان كان عندي مناسبه او كان عندي حاجه قصرت، لان انا كنت قبلها بيوم ما عملتش اكل، فقلت خلاص بقى هعمل اكل. كان عندي شويه غسيل برضو، غسلتهم ونشرتهم يعني في العاده. لما بصحى من النوم بقوم اشوف ايه اللي محتاج يترتب وبرتبه، ايه اللي محتاج يتعمل وبعمله، وهفكر ممكن الاكل يكون ايه النهارده، في غسيل عايز يتطبق بطبقه. وبعدين يا جماعه انا زهقت زهق من موضوع الغسيل بجد، حاسه ان عمري هينتهي في الغساله بجد. يعني في ناس كتير انت عندك غساله اوتوماتيك، امال الناس اللي مش عندي غساله اوتوماتيك، بس بحط فيها الغسيل، بطلع منها الغسيل، بودي الغسيل انشره، بلم الغسيل، بطبق الغسيل، عندي غسله تانية بحط الغسيل، بطلع الغسيل، بنشر الغسيل، بلم الغسيل، وهكذا. بجد والله العظيم طول النهار عماله اغسل، مش عارفه في ايه، لان انا ما بحبش اكوم غسيل، وما بحبش يبقى الغسيل ليه يوم معين، وما بحبش كده، بحب اليوم اللي خلاص فيه لبس عايز يتغسل بغسله. يعني مثلا انا نزلت ولبس لبسته فبرجع هو ده غسيل، علي لبس الشغل او لبس اي لبس هيلبسه لو رجع مثلا من الشغل نزل تاني، فادي طقمين فبغسلهم، عشان ما بحبش املى الحمام غسيل ولما اجي اغسل لا، خاصة كمان ان انا المنشر عندي مش اكبر حاجة، فمبقاش عايزة ان المنشرة تتملي على الفاضي، وانا ما عنديش اصلا منشر حديد بره في الشارع، يعني انا المنشر عندي جوه، فالله ربنا يقوينا. المنظر بقى ده بتاع ان الحوض فاضي ده احلى منظر في الدنيا، بيروي قلبي كده من جوه. طبعا انتوا بتحبوا فقرة المواعين فانا مش هحرمكم منها. وبفكر بقى دلوقتي، قلت هعمل الاكل، كنت وانا واقفة في اللحظة دي قلت عرفت هطبخ ايه، كان عندي لحمة في التلاجة فقلت هعمل منها كباب حل، هعمله لكم بطريقة جامدة جدا، طريقة حلوة قوي 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 قوي، الكباب الحلة جامدة طلعت تحفة وعجبت علي جدا جدا جدا، وقعد يقول لي طعمها حلو قوي وانا فرحت بقى. عارفين نفسي كمان اعمل ايه؟ نفسي اقعد كده في يوم انا واحلام نعمل محشي، ياه محشي كرنب السخن ده، ياه الله. بس يلا اللف بقى هو اللي بيخليكي تحسي ان الموضوع صعب. كباب الحلة بقى انا جبت بطاطسايه، ساعات بعمله من غير بطاطس، ساعات بعمله ببطاطس، ساعات بشوح اللحمه، ساعات بسلق اللحمه الاول، حسب والله حسب دي انا مش عارفه، انا بحس ان الطبيخ بيجي انا ومزاجي. يعني في اكله ممكن اعملها هي ملهاش طريقه غير الطريقه دي، بس انا ما اعملهاش بالطريقه دي، بحس ان انا لا انا مزاجي عايزه اعمل الاكله كده بالطريقه دي. جبت بطاطسيه كبيره زي ما انتم شايفين وقطعتها مكعبات، الطريقه دي جميله تحفه 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 بجد، مش عارفه انا عرفتها منين الصراحه، بس هي انا حبيتها يعني. وجبت عندي فلفل اخضر وفلفل اصفر وفلفل احمر وبصلايه، بس بقطعها شرايح مربعات زي ما تحبي. بقالي كام يوم يا جماعه عايزه اعمل حاجه حلوه، اكتبوا لي اقترحوا لي حاجه حلوه اعملها في الكومنتات كده تكون طريقتها جديده يعني، ولا اجيب من عند مدام ايه؟ لا انا اروح اجيب عند مدام ايه. قطعت كده الفلفل الاصفر والاخضر والبصل، جايبه كده بصلتين كبار عشان طبعا انتوا عارفين كباب الحله بيحب البصل كتير، مش قادره اسميه كباب حله ولا اسميه ايه الصراحه، بس هو بالنسبه لي كباب حله. المهم غسلت البطاطس وصفيتها، عندي هنا طاستين، طاسه للقلي وطاسه اللي هعمل فيها اللحمه، في حته دهن خدتها من عمو الجزار، ومش هحط اي زيت في الطاسه، هي كده هخليها تسيح في الطاسه، هحط بس سنه سمنه بسيطه في الاخر، لكن هعمل اللحمه في الدهنه بتاعتها، معرفش بقى ده صح ولا غلط، بس اعتقد ان الدهون صحيه اكتر من السمنه. الطاسه التانية دي هقلي فيها البطاطس، تمام، يبقى انا كده بشوح اللحمه الدهنه، وبعد كده في طاسه تانية بحمر البطاطس المكعبات، بحمرها عادي كانها بطاطس عاديه محمره، ماشي. بصوا الدهنه بقى بدات تسيح ازاي وتنزل سائل زي السمنه بالظبط، اعتقد ان ده صحي اكتر من السمنه بجد والله، مش عارفه، بس انا بقى عارفه يعني انا بشوف ماما بتعمل كده في الاكل، فما مش عارفه بقى. بس حطيت حته سمنه صغننه خالص، بصوا، وهنزل بقى باللحمه بتاعتي متقطعه، انا رحت قطعتها اصغر من كده عشان حسيت ان هي حتت كبيره وانا عايزاها اصغر من كده، لان علي بيحب وهو بياكل
تبقى قطعة اللحم على قد ما هيغرف في المعلقة وياكل، حتت صغيرة يعني، واشوحها بقى. الله الريحة بقى ما اقولكوش بجد، ريحة تسيح الدهن مع اللحمة جامدة. بصوا البطاطس حمرتها كأنها بطاطس عادية، طبعا هي ما استوتش كامل سواها. في ايه يا عمو؟ مش عارفة، حسسني فجأة ان انا ساكنة قصاد الدائري. بصوا بقى، طلعت البطاطس زي ما انتوا شايفين، زي ما قلت لكم هي ما استوتش على اكمل وجه من السوى يعني، بس فاضل لها سيكة بسيطة فدي هتستوي وسط الاكل يعني. هنا بقى بعمل رز، حبة رز صغيرين. انا في الطبيعي بعمل ليا انا وعلي كوباية رز يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده، هي كوباية بتبقى حلوة قوي علينا. بفضل بقى كده اقلب في اللحمة، اقلب اقلب. عايزة تسلقي الاول وبعد كده تعملي الخطوة دي، بس انا ما بسلقش اللحمة، انا بشوحها على طول كده وبزود مية بعد ما تتشوح يعني، بعد ما احط حاجتي اسيبها تستوي في شوية مية بس. كانت ريحتها تحفه، وانا قلت للجزار وانا بشتري انا عايزه حته لحمه تكون طريه تستوي بسرعه، لاني ساعات بجيب لحمه بحس ان هي بتستوي في وقت طويل قوي. بعد ما اتشوحت وخدت اللون الاحمر بتاعها، نزلت بالفلفل كله والبصل، بشوحه في الرز زي ما انتوا شايفين، وبنزل عليه بميه مغليه. هحط له بقى نص مكعب مرقه لحمه وشويه ملح وخلاص كده. هقلب بقى كده اللحمة بتاعتي. بصوا اللحمة والبصل شكلها تحفة. هملح بقى كده الرز بس، بصوا نص مكعب مرقة، نص مكعب بس. بس طبعا لما تحطي مرقة حاولي تقللي كمية الملح اللي بتحطيها، لان اصلا المرقة مالحة. قلبت بقى كده اللحمة بالبصل تاخد لون، بصوا زي ما انتوا شايفين البصل دبل خالص. انا مش عايزه البصل يتحمر، انا عايزاه يدبل، وحطيت عليهم كوبايه ميه بس، مش حط اي توابل خالص دلوقتي. بصوا بقى بعد ما اتسبكت، الله على الجمال. انا مش حاطه طماطم، انا هحط صلصه. اذا تحطي طماطم حطي، بس انا حطيت معلقه كبيره صلصه، ونزلت بالبطاطس بتاعتي، وهبدا بقى املح واتبل اللحمه واغطي عليها واسيبها 10 دقائق تستوي بس. هي دي الوصفه، وبعد كده هحطها في بايركس واحطها في الفرن شويه. عايزه تتخطي موضوع الفرن تخطيه، هي بتبقى خلاص استوت، بس انا بحس ان الفرن بيخلي الطعم ياخد كده من بعضه، وان اللحمه تدوب اكتر، فبعمل الخطوه دي. حطيت شويه بابريكا وشويه كزبره وحبه ملح وحبه فلفل اسود وشويه صويا صوص صغيرين خالص. تحفه يا جماعه بجد والله العظيم، حلوه جدا جدا، جنب رز ابيض، جنب رز بشعريه، جنب عيش، جميله جميله جميله. واتمنى تجربوها، جربوها بطريقتي وقولوا لي رايكم فيها بجد ايه. طلعت تحفه والله العظيم. بس هدخلها الفرن 5 دقايق واطلعها تتشمع بس كده. وادي الرز استوى، بصوا تحفه ومفلفل وجميل. بصوا بقى شكل الطاجن. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. يلا باي باي. باي باي.